السلام عليكم أصدقائي الأعزاء في هذه القناة، كل الشكر لكم على كل الدعم والتشجيعات أصدقائي الأعزاء، تحياتي لكم. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، في هذا الفيديو سأريكم كيف ترسمون فروسية تقليدية أو تبوريضة المغربية فانتازيا ماروكا بطريقة سهلة وسلسة وبسيطة من البداية إلى النهاية. سأريكم جزء بطريقة مبسطة كيف سنرسمه وكيف سأتعامل معه، وأمل أن يكون هذا الفيديو مفيد لكم أصدقائي الأعزاء. شكرا لكم. هنا أصدقائي كما ترون سأضع اللون الذي سيمثل لنا الأرضية، كما ترون هو بني غامق نوعا ما مع القليل من الأصفر كريمي. أمزج هذه الألوان فيما بينها البين البعض كما ترون. وهنا أصدقائي الأعزاء هنا ألوان أكريليك وليست ألوان زيتية. كما قلت سأريكم في هذا الجزء كيف ترسمون فرسان مثلا في هذه الفروسية التقليدية المتوارثة والمعروفة في المغرب بالتبوريضة أو بالفرنسية فانتازيا ماروكا. سأريكم كيف سأتعامل مع هذا الشكل من الرسم. سأخصص هذا الجزء وسيكون جزءا توضيحيا ليستفيد الأشخاص الذين يرغبون في رسم هكذا مواضيع مثلا. هنا كما ترون أصدقائي الألوان هنا هي ما بين البني والأصفر كريمي، وأمزج فيما بينهما لأحدث تلك التدرجات اللونية وكأنها أرضية. أنا أمهد المكان الذي سأضع فيه الخيول مثلا. هنا أصدقائي سأرسم مباشرة دون أي تخطيط لأني معتاد على هذه المواضيع ورسمتها كثيرا. هنا كما ترون أصدقائي سأخذ الشكل، والشكل بسيط فقط، سأعتمد على الضوء والظل. هنا كما ترون أصدقائي أضع هذا أحدد هذا الحصان باللون البني الغامق بطبيعة الحال. وللمبتدئين يمكنهم أخذ صورة مثلا وأن ينطلق من الصورة الفوتوغرافية. أنا كما قلت بحكم التجربة ورسمت هذه المواضيع كثيرا أنا لا أحتاج إلى صورة هنا فقط. هو طريقة سهلة وبسيطة وغير معقدة، سأعتمد فيها على الضوء والظل، هي من سيبرز لنا الفارس ومن سيبرز لنا الحصان. الأساس والقاعدة هو هذا الحصان الذي سأرسمه، وباقي الأحصنة الأخرى التي ستأتي من بعد ستكون على هذا المقياس. أضع في هذا الجانب المظلم بني غامق. كما قلت أصدقائي هي طريقة سهلة وبسيطة، والفيديو هنا غير مسرع وفيديو عادي. وضوء هذا الفرس هنا سأستعمل اللون الأصفر كريمي والأصفر والقليل من الأحمر لأحصل على لون قريب إلى البرتقالي لكن أغمق بدرجة أو درجتين. هنا الجانب المضيء هو الذي تنعكس عليه أشعة الشمس مثلا، اختر الجانب الذي يناسبك في الإضاءة. هنا أحدد بعد مسافة قصيرة وأضع رأس الفارس. الغاية أن نحصل على عمل فني متناسق، هذه الأهم، أهم شيء هو الحصول على عمل فني متناسق. والظل الذي سأستعمله هنا في هذا الفارس في لون الثياب سيكون البنفسجي مع القليل من الأزرق مع القليل من الكريمي مع القليل من الأبيض ولون الفرس. أنا أداخل هذه الألوان هكذا، أستخدم هذه الألوان لكي أحصل على لوحة متناسقة وكل الألوان متداخلة فيما بينها البعض هكذا. أصدقائي كما ترون قررت وضع هذا الفيديو بالنسبة للأشخاص الذين يريدون رسم هكذا مواضيع مثلا، وهذه طريقتي الخاصة أصدقائي، ليست طريقة بل هي طريقتي الخاصة التي أرسم بها هذه الأعمال السريعة.
والإضاءة هنا أضع لون أبيض صريح، لأن الجلباب الذي يرتديه هذا الفارس هو أبيض. وتبقى لمسات بسيطة أصدقائي الأعزاء، ليس هناك شيء معقد، بل هو سهل وبسيط، فقط أن تأخذ الوقت الكافي وأن لا تتسرع وأن ترسم بأريحية هكذا، ولا تنزعج من بداية العمل. فالأعمال نبدأها بداية سهلة، ولكن حينما ننتهي نحصل على عمل فني جميل ومقبول. هكذا أصدقائي كما ترون. وكما قلت، أنا وضعت هذا الفارس هنا، وباقي الفرسان سيأتون على مقياس هذا الفارس، هو الذي سأحدد به باقي القياسات الأخرى. أنا هنا أصدقائي لم أنطلق من صورة، ولكن بالنسبة للمبتدئين فعليهم أن يركزوا على الصور وعلى الأبعاد. هكذا أصدقائي، أنا شرحت قدر المستطاع، وهنا كما قلت ألوان أكريليك، وهي سهلة وسريعة الجفاف عكس الألوان الزيتية. وكما قلت أصدقائي، اخترت هذا الجزء فقط لأريكم كيف سأتناول هذه المواضيع، وسأكمل العمل الفني وباقي الفرسان في وقت لاحق. المهم هو التوضيح هنا. وكما قلت أصدقائي الأعزاء، أن الفارس الذي قمنا برسمه في الأول سيكون مقياسا، أي قاعدة، سنأخذ باقي القياسات عن طريقه هكذا كما ترون أصدقائي. الفرس الذي قمنا برسمه في الأول هو القاعدة الذي سنأخذ منها، أو التي سنأخذ منها باقي المقاييس الأخرى. كما ترون هي طريقة سهلة وبسيطة، أحدد فقط شكل الفرس هكذا وأدخل الألوان فيما بينها. هنا هذا النوع من الأعمال هي أعمال متحركة، تعتمد على اللمسات فقط. هنا سأضع هذا اللون، هذا الحصان، أو سيكون حصان أبيض، ووضعت هنا اللون بالقليل من البنفسجي مع الأبيض والقليل من الأزرق مع الأحمر والأسود، القليل فقط، وداخل هذه الألوان وأحصل على ظل الفرس هكذا كما ترون. ويمكنكم أن تضعوا اللون الرمادي أيضا ظل الفرس الأبيض هكذا كما ترون أصدقائي. أنا إذا لاحظتم أعتمد على اللمسات فقط. وللتذكير أصدقائي الأعزاء، يمكنكم أن تستعملوا اللون الرمادي كظل الفرس الأبيض، والرمادي كظل الثياب مثلا البيضاء، هذا ممكن. هنا كما لاحظتم أصدقائي، كانت المسافة مثل مسافة الفارس الأول، أو المقياس يشبه مقياس الفارس الأول، وحركة اليدين وكذا ستكون مختلفة لأنهم يحملون البنادق هكذا كما قلت أصدقائي. المسافة هي متقايسة، متقاربة فيما بينهم، عفوا، متقاربة فيما بينهم، بين الفرس الأول والفرس الثاني، كذلك الفارس. وللتذكير قلت أصدقائي الأعزاء، هذه ألوان أكريليك، هي سريعة الجفاف و جميلة من حيث العمل بها.
وبالنسبة للأشخاص الأجانب الذين لا يعرفون مغزى هذه المواضيع، هذه المواضيع هي أصبحت موروث ثقافي تظهر لنا فترة المقاومة، مقاومة الاستعمار، حينما كان المجاهدون المغاربة يحاربون المستعمر عن طريق الخيول، كانوا فرسان يحمون المغرب ويدافعون عن أراضيه. هكذا طيلة فترة الاستعمار والهجومات الأجنبية، وأصبحت موروثا ثقافيا له دلالات، وهو رمز للمغرب. ومن المواضيع الشعبية والأكثر طلبا في المغرب، هكذا أصدقائي كما ترون الشكل، حصلنا على هذا الفرس بشكل جميل ومتناسق، وإذا لاحظتم به حركية. كما أشير هنا أصدقائي إلى أنهم نفس المقياس.
وهنا أصدقائي سأضع البنادق التي يحملها هؤلاء الفرسان. إما أن تضع باللون البني الغامق وسيكون هذا أفضل، هكذا ستكون بنادق يحملونها في أيديهم وهم في الخيول تجري في اتجاهنا كما ترون. كانت الطريقة سهلة وبسيطة أصدقائي الأعزاء، أردت أن أريكم هذا الجزء كيف أتعامل مع مثل هذه المواضيع. وهكذا أصدقائي استمر في وضع البنادق كما ترون هنا إلى أن أنتهي وأضيف القليل من اللمسات، مثلا إذا كانت ثياب اللون الأبيض أضيف إليها أبيض صريح هكذا، لكي نحصل كما قلت أصدقائي الأعزاء في نهاية المطاف على عمل فني متناسق وجميل. وكما أشرت هنا بيدي، هنا سأكمل باقي الخيول والفرسان كما ترون أصدقائي. وكما ترون أصدقائي الأعزاء هكذا كان هذا الجزء كيف حصلنا عليه في النهاية، وفي وقت لاحق سأكمل باقي الخيول. هكذا أصدقائي، شكرا لكم على دعمكم وعلى تشجيعكم. وهنا كما ترون أصدقائي الأعزاء أنا قربت لكم الصورة، فهي عبارة عن لمسات متحركة وجميلة أعطتنا عمل فني جميل. شكرا لكم أصدقائي.